السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المهندس خلدون صليعي من قناة كونكريت بالعربي. اليوم راح نتابع سلسلة الخرسانة الكتلية المستوى المبتدئ، وهذا فعليا آخر فيديو من فيديوهات مستوى المبتدئ. راح نحكي اليوم عن توصيات حول الخلطات التصميمية والخلطات التجريبية للخرسانة الكتلية. مثل ما هو العنوان موضح، هي عبارة عن توصيات. يعني نحن ما رح نعطيك يعني ما أتوقع بهذا الفيديو أنا أعطيك مجموعة من الميكسز وأقول لك روح استخدمهم يلا في أي ماس كونكريت أنت بدك تشتغل فيه. ليش؟ لانه الماس كونكريت هو منه ميكس ديزاين وحده او مجموعه من الخلطات، اوكي؟ هو انت بدك تاخذ بعين الاعتبار كل حاله ماس كونكريت على حده، وبالتالي شو المتطلبات بحاله هذا الماس كونكريت، وبالتالي تصمم الميكس ديزاين بحيث انك تلبي كل المتطلبات بحاله الماس كونكريت. شو الليرنينج اوبجكتيف لفيديو اليوم؟ هنشوف شو البرايمري اوبجكتيف للميكس ديزاين للماس كونكريت. يعني انا لما بدي اعمل ميكس ديزاين بالماس كونكريت، شو الهدف الرئيسي من الديزاين تبعيتي بده يكون، وشو التيبيكال ريكويرمنتس فور ماس كونكريت ان جي سي سي ريجن، يعني شو هي المتطلبات العاده بيطلبوها بالمواصفات الماس كونكريت بمنطقة الخليج العربي، وشو الريكومنديشنز ريليتد، شو التوصيات اللي هي ريليتد تو ذا ميكس سبميتال ان اند ميكس ترايلز ان جي جي ان جي 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 سي سي ريجن بمنطقة الخليج العربي. شو التوصيات متعلقة بسواء انك تعطي ميكس ديزاين او تسوي ترايلات على ميكس ديزاين بمنطقة الخليج العربي. طيب شو البرايمري اوبجكتيف بالميكس ديزاين للماس كونكريت؟ قال البرايمري اوبجكتيف للميكس ديزاين انك تعطي ميكس ديزاين، اوكي، بحيث تكون ايكونوميكال ميكتشرز، يعني انه تكون الخلطه تبعيتها اقتصاديه، اوكي، وبنفس الوقت تعطيك المتطلبات المتعلقه بالسترينث بالقوه او بالديورابيليتي بالديمومه وبالبيرميابيليتي بالنفاذيه اذا كانت مطلوبه، with the best combination of available materials، مع افضل مزيج من المواد المتوفره، يعني مواد متوفره محليا. يعني انت ما بدك تروح بقى تجيب مواد غير متوفره محليا، اوكي، وتروح تستخدمها، او مواد تجيبها من اماكن بعيده وتستخدمها الا في حالات خاصه. ليش؟ لحتى هالمزيج هذا من المواد اللي بيعطيك هالمتطلبات هاي يامن لك كمان متطلبات وركابيليتي مناسبه للصب، ويعطيك اقل ارتفاع ممكن عمليا بدرجة الحرارة بعد الصب. فالغاية the primary objective of proportioning studies for mass concrete is to establish economical mixture of proper strength, durability and permeability with the best combination of available materials that will provide adequate workability for placement and least practical rise in temperature after placement. معناته الهدف الرئيسي هو انت تسوي خلطات اقتصادية تعطيك السترينث المطلوبة، الديورابيليتي المطلوبة، أو أي متطلبات أخرى مطلوبة باستخدام مزيج من المواد المتوفرة، وبنفس الوقت كمان بتعطيك workability مناسبة للصب، وأقل درجة حرارة، ارتفاع بدرجة الحرارة ممكن، أوكي، بعد عملية الصب. فمنلاحظ هون أنه في عندك هذا التعريف كتير جميل. ليش؟ لأنه عم بيربط لك أول شيء الكوست، أوكي، بالبرفورمانس بيست بروبرتيز للميكس، وعم بيربط لك اياه مع الماس كونكريت. يعني انت بدك تسوي كوست افكتيف ميكس،
وتجيب المتطلبات تبع الديورابيليتي، وتستخدم اللوكال ماتيريال، يعني في لوكاليزيشن هون تستخدم اللوكال ماتيريال، ورابط لك كمان بيرفورمانس في الموقع انه كمان الوركابيليتي تبع الخرسانه تكون كويسه للصب، وانه كمان بعد ما تصب انت التمبريتشر رايز بالخرسانه تكون اقل قيمه ممكنه عمليا، يعني مو شغله ثيورتيكال على الورق، شغله عمليه، اوكي، باستخدامك هالكومبينيشن من المواد المتوفره. الديفينيشن هاد فعليا بيركز على اللوكال ماتيريال قد ما فيك تستخدم لوكال ماتيريال، ولكن في بعض الحالات انه مثلا نون لوكال ماتيريالز ممكن ان نستخدمها، اوكي، مثل شو؟ مثلا هون دول الخليج انه ما عندك لوكال ماتيريال من جي جي بي اف اس، ما عندك لوكال ماتيريال من فلاي اش، ما عندك لوكال ماتيريال من المايكرو سيليكا، اوكي، فممكن تستخدم نون لوكال ماتيريال بهي، ولكن في السعوديه مثلا عندنا لوكال ماتيريال من ناتشورال بوزولان مثلا، اوكي. الاسمنت مثلا انك تستخدم اسمنتيات متوفره في المنطقه، اوكي، ما تروح توصف انت اسمنت اصلا غير موجود في المنطقه، مثلا توصف اسمنت تايب 4 مثلا، اسمنت تايب 4 مش موجود في المملكه العربيه السعوديه مثلا او دول الخليج كلها، اوكي، حتى بامريكا اللي هن بالمواصفات كاتبينها هن لامريكا ما بتلاقي، اوكي، او توصف مثلا تايب 2، تايب 2 ما موجود في السعوديه، وشركات الاسمنت يعني ما لنا مستعده تسوي خط انتاج للتايب 2 اذا ما كان عندك مشروع كثير ضخم، فاذا كان مشروعك مش كثير ضخم يعني فوق المليون متر مكعب ما راح يسوي لك يعني فعليا خط انتاج للتايب 2، اوكي؟ فهي الفكره. الخرسانه الكتليه غالبا بتكون هي عباره عن يعني عناصر ذات حجم كبير، والخرسانه ممكن تصب فيها بالالاف، اوكي؟ فلذلك انك انت تعمل انفستمنت بالميكس ديزاين وانفستمنت بالتستينج، اوكي، قد يكون عملية مبررة اقتصاديا. ليش؟ لأنك أنت عم تصب كميات كبيرة، وبالتالي العواقب أنه يصير في عندك فشل كبير، عواقب في بيكون في عندك فشل كبيرة، ولذلك أوكي أنك تأخذ وقتك بعملية الديزاين وعملية التستينج هذا أمر مبرر، وتعمل موكاب وتعمل كذا. ليش؟ لأنه الكوست، أي كوست من عملية فيلير، أوكي، فشل، أوكي، حتكون كوست كبيرة جدا، تكون كوست كبير جدا. اضافه انه اذا كان عندك اوبتمايزد كونكريت ميكشرز، اوكي، صح، هذا راح يقلل لك الكراكينج، راح يقلل لك الاوفر اول كونستراكشن كوست، انكلودينج كمان اي ريبير كوست او اي يعني كوست ناتجه عن عدم الكومبلينس مع سبيسيفيكيشن. وممكن يسمح لك اذا والله في ميكسر، في ميكسز اوبتمايزد فيري اوبتمايزد، انه بدل ما تصب تقسم الصبيات تبع الماس كونكريت الى عده صبيات، انك تصب صبيات دفع وحده، فهذا كمان يقلل لك الكوست، الاوبريشن كوست للمشروع. طيب شو التيبيكال ريكويرمنتس للماس كونكريت في منطقه الخليج العربي؟ خلونا ناخذ هيك لفه، هيك جوله، اوكي، عن شو الـ 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 بالعاده سبيسيفيكيشن بتحط مواصفات على الماس كونكريت بمنطقة الخليج العربي. لنبدأ بالأول كومبرسيف سترينكس. كومبرسيف سترينكس بالعادة للماس كونكريت للعادة بأغلب الحالات هي عم تتراوح بين ال 35 ميجا باسكال ل 60 ميجا باسكال. هلا في حالات خاصة ممكن تعلى عن هي، يعني في واحد مشاريع طالب ماس كونكريت 90 ميجا باسكال، ولكن هي حالة خاصة ممكن تشوفها بمشروع واحد وبعدين ما تعود تشوفها ل 10 15 سنة. على الأغلب ما بين 35 ميجا باسكال و 60 ميجا باسكال هي عم تشمل 90% من المشاريع اللي انت شغال عليها. غالبا المواصفات عم تيجي وين؟ عم تيجي على 28 يوم، اوكي، ولذلك البيست براكتس نحن اللي بننصح فيها كناس مختصين بالماس كونكريت، اوكي، انه دوما لما بدك تعمل سبيسيفيكيشن لا كومبرسيف سترينث لماس كونكريت وصف على 56 يوم، ما توصف على 28 يوم، اوكي، لعدة اسباب ولعدة فوائد، اوكي، ولذلك انا مثل ما حكيت لكم بواحد من الفيديوهات انه انت لازم تفصل بالسبيسيفيكيشن ما بين الخرسانه، مواصفات الخرسانه العاديه، وما بين مواصفات الخرسانه اللي هي ماس كونكريت، يعني لازم تطلع مواصفه خاصه بالماس كونكريت.
فيها شغلات الخاصه بالماس كونكريت. ما تعامل الماس كونكريت على انه خرساني مثل غيره، لا، خرسانة ماس كونكريت إلى ترتيبات معينة خاصة فيها. طيب شو الفوائد اللي نحن رح ناخدها إذا نحن وصفنا على 56 يوم ما وصفنا على 28؟ أول شيء أنت حتخلي الميكس ديزاينر هلأ يخفف شوي من توتال سميتشس ماتيريال كونتنت اللازمة لحتى يجيب لك القوة على 28 يوم. أوكي؟ وبالتالي واحدة من الفوائد المهمة نتيجة أنه يقلل من المحتوى الاسمنتي بالخلطه، اوكي، انه يقلل من الماكسيمم تمبريتشر رايز، اوكي، الناتج عن هالمواد الاسمنتيه، وبالتالي تكسب انت فعليا تكنيكال بينيفيتس. اوكي، طيب كمان تخفيضك له فعليا للسمنت كونتنت كامل ممكن يخفض الكوست تبعيه الميكس، وبالتالي انت ينعاد على المشروع بتخفيض الكوست كمان على الميكس. اوكي، شغلة تانية حكينا نحن باكثر بفيديوهات سابقة انه انت لما هالخرسانة الكتلية شئت ام ابيت الخرسانة عم تتعرض لدرجة حرارة عالية، شئت ام ابيت، اوكي، وبالتالي في عندك نقص بالقوة في الاون سايت كاستد كونكريت، يعني بالخرسانة المصبوبة في الموقع، مش بخرسانة السلندرات، مش بخرسانة الكيوب. هديك ممكن تلاقيها ممتازة وجايبة أرقام ممتازة وما فيش عندك مشاكل. أما أنت في الخرسانة المصبوبة في الموقع، هاي الخرسانة تعرضت لهاي تمبريتشر، خرسانة في السلندر والكيوب ما تعرضت لهاي تمبريتشر، إلا إذا أنت والله حاطت السلندرات بالجو، ما رح تتعرض لستين وسبعين درجة يعني نهائي. فنحن شفنا انه في عندك دراسه معينه انه اذا كان انت عندك فعليا اسمنت لحاله بالخلطه، فانت ممكن تحصل الخرسانه في الموقع على 28 يوم، ممكن النقص في القوه يوصل ل 35%، وممكن انت ما تستعيد هذا النقص، اوكي، ولا بسنه، يعني حتى بعد سنه ممكن تحصل قوه هي 85% بس من قوه الخرسانه. فشفنا انه انت لما بتستخدم اديتيفز جي بي اف اس فلاي اش بالخلطه، اوكي، انه القوه على 28 يوم اللي انصبت ممكن تكون اقل من 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 تكون اقل، اوكي، ولكن على 42 يوم ممكن تشوف انه القوه جابت نفس القوه اللي انت بدك اياها على 42 يوم. اوكي، ولذلك وصف على 56 يوم، استجيب على للخرسانه في الموقع، اوكي، وصف على 56 يوم، حتلاقي انه القوه فعليا انت حتكسرها بالسلندر موافقه للخرسانه اللي انت في السايت. اوكي، ثاني شيء خلينا نكون واقعيين، اذا انت عندك كراود فاونديشن، اوكي، ومصمم كراود فاونديشن على احمال، وهي الاحمال الراف فاونديشن بدها تاخذها لما يكتمل مبنى، مثلا عندك تاور مثلا، هل انت بتخلص التاور ب 28 يوم لحتى الاحمال كلها على الراف فاونديشن تجي، ولا انت بدك تقعد اشهر لحتى تخلص التاور؟ الا اذا كان التاور يعني انت عمال تستخدم موديولر، يعني حتى الموديولر ما بعتقد حيخلص في 28 يوم، الا اذا كان والله انت عمال تستخدم سبيشال يعني اكويبمنت وسبيشال بروسيس للمشروع. ولكن في ارض الواقع ما حدا يعني الراف فاونديشن ما راح تاخذ كل الاحمال، اوكي، خلال 56 يوم. وبالتالي انك انت توصف على 56 يوم، انت حتى بالستراكشر ديزاين انت بالسيف سايد. اوكي. في اغلب الحالات، الا اذا في حالات خاصه يعني. فلذلك انت لما بتوصف على 56 يوم، دوما بنصحك توصف على 56 يوم، مو مشان انه والله يعني هيك، اوكي، انه بدل 28 يوم خليها على 56 يوم، لا، انت فعليا رح تاخذ كثير بنفيت اذا وصفت، وتحل كثير مشاكل اذا وصفت على 56 يوم بدل 28 يوم للماس كونكريت. طيب بالنسبه للديورابيليتي، احيانا كمان بتتوصف للديورابيليتي غالبا، اوكي، الديورابيليتي بيكون في عندي مثلا ار سي بي، رابيد كلورايد بنتريشن، ووتر ابزوربشن، بيرميابيليتي، وبعض التستات الاخرى.
لما بدك توصف durability لازم توصفها تبعا للإكسبوجر كونديشن، يعني ما في عندي كوبي اند بيست بالديورابيليتي. يعني احيانا بنشوف انه في مشروع جاي مواصفات مشروع على البحر دايركت، ومشروع ثاني بعيد عن البحر 20 كيلومتر بتلاقي نفس المواصفات، مع انه هذا اكسبوجر كونديشن وهذا اكسبوجر كونديشن ثاني. فالمواصفات بالديورابيليتي ما في كوبي اند بيست، يعني يحرم الكوبي اند بيست بالديورابيليتي. سوي كوبي اند بيست بكل شيء الا ما عدا الديورابيليتي. ليش؟ لانه الديورابيليتي هاي حياه المنشا. اوكي، ما فيش حياه منشا مساويه لحياه منشا اخر. كل منشا هذا عمال يتعرض لظروف اكسبوجر كونديشن مختلفه. اوكي، هل لازم نحط ديورابيليتي ريكويرمنت للماس كونكريت؟ النصيحه والبيست براكتس بتقول لك حط. كيف؟ بتقول لك حط. ليش؟ لانه انت وين عمال تاخذ ماس كونكريت؟ غالبا ماس كونكريت هو فاونديشنز، هو ريتيننج وول، هو ثيك وول، هو يعني عناصر مهمه جدا في 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 المشروع. فديورابيليتي ريكويرمنت مهمه جدا. ليش؟ لحتى تطور حياه المنشا. يعني انت ما راح تقدر يعني تشيل المنشأ وتغيره بسهولة إذا كان عندك كرافت فاونديشن لتور مثلا. يعني والريبيرينج تبعيته صعب، منه سهل. فلذلك ينصح دوما أو بيست براكتس أنك تحط durability requirement للماس كونكريت. ماس كونكريت إذا بتستخدم أنت ماس كونكريت مع جي جي بي اف اس وفلاي اش وإلى آخره، هو أصلا durable concrete. فهو أنت هيك رايح على durable concrete، فوصف durability. Durability requirements دوما وصفها على 56 يوم، ابتعد على 28 يوم. ليش؟ لأنه إذا أنت بالماس كونكريت أنت أصلا رايح في أغلب الأحيان لأنك أنت تستخدم كمية فلاي أش كبيرة وكمية جي جي بي اف اس كبيرة أو ناتشورال بوزولان كبيرة. أوكي، فرح يصير في عندك فعليا تطور ما بين 28 يوم و 56 يوم ملحوظ بالديورابيليتي، وخاصة في حالة الفلاي أش. اوكي، وفي حالة الجي جي بي اف اس كمان. اوكي، هذا التطور الملحوظ. اوكي، تطور مهم. اوكي، يعني في بعض ميكسات قد ما تجيب لك النتيجة على 28 يوم، ولكن حتجيب لك اياها على 56 يوم. على 56 يوم. وانت هون عم تحكي عن durability، يعني عم تحكي عن شيء لحياة العنصر الإنشائي لسنين طويلة. مش عم تحكي عن شغله رح خلال 28 يوم يخرب العنصر. اوكي، اذا انت وصفت على 56 يوم، انت الديورابيليتي هي عباره عن متطلبات لسنين طويله. أوكي، فما في مشكله تعمل لها توصيف على 56 يوم. أوكي، في بعض مشاريع اذا كانت والله نسب كبيره كثير ممكن توصف على 56 يوم، ممكن توصف على 90 يوم في مرحله الابروفال، وتشوف شو كيف عم تتطور الديورابيليتي لمده 91 يوم. اوكي، فما تخاف من انك توصف durability او يكون عندك هاجس concerns انه والله انا اذا وصفت 56 يوم يكون عندي مشاكل. لا، هو هاي durability انت اخذها على long term surface، يعني surface life. اوكي، بالنسبه للدي اف ممكن في بعض الاحيان، اوكي، اذا كان عندك معطيات الخلطه الخرسانيه والى اخره، تاخذ بالريكومنديشن بالتيبل اللي هو 6222. اوكي، بالاي سي اي 201.2 اللي هو متعلق بالدي اي اف، يعني انك هل تعمل ريلاكسيشن اوكي للتمبريتشر فوق ال 70 ولا لا. هاي لازم تندرس كل حاله بحالتها. الماكسيموم تمبريتشر غالبا عم تيجي 70. مش غلط انه يوصف 70، لا مش غلط، هو ما بيعرف لسه معلومات عن الخلطه الخرسانيه، ولكن اذا توفرت معلومات عن الخلطه الخرسانيه ممكن ناخذ بالعين الاعتبار الريكويرمنتس اللي هي الجاي بال ACI 201.2 وايضا بال ACI 301. اوكي، لانه غالبا السبيسيفيكيشن عم تعتمد على 301، فانت بال 301 نفسه بس تنزل لتحت حتشوف في شيء اسمه اوبشنال ريكويرمنت تشيك ليست، حتلاقي انه هو حاكي لك عن دي اف. نفس الدوكيومنت اللي انت اخذت منه سبيسيفيكيشن تبع 70، انزل بالماوس شوي اذا كان عندك بي دي اف، بالماوس شوي لعند الاوبريشن ريكويرمنت تشيك ليست، حتلاقي انه هو كاتب لك على الدي اف، يعني انت ما عم تسوي شيء غلط او برا الستاندرد. اوكي، الديفرنشال تمبريتشر كمان المواصفات بتيجي 20 واعتمادا على الاي سي اي 301.
اوكي. فينك تاخذ كمان اذا توفرت معطيات عن نوع الاجريجيت العمال يستخدم في الخلطه، انك تاخذ ريكومنديشن اللي هي جاي بالسيريا سي 766 التيبل A5.2 اوكي، تشوف هل ممكن تسوي ريلاكسيشن ولا لا. اوكي طيب، نجي على المعضله الكبرى اللي هي السلام اوكي، او هي الوركابيليتي تبعيت الخلاص يعني، اللي هي مش المشكله من لا مشكله يعني. احنا ممكن احيانا يصير في مشكله على السلام من لا مشكله يعني، اوكي ممكن تلاقي اطراف بعض اطراف المشروع متشبث برأيه بشكل كتير كبير، بحيث انه يا بتعطيني هذا السلام يا المشروع هيخرب كلياته. اوكي المساله مش هيك، المفهوم الكونسبت العام للوركابيليتي تبع الخرساني انه انت تصب خرساني وركابل مع وركابيليتي مع قابليه تشغيل مناسبه لطبيعه العنصر الانشائي اللي انت عم بتصبه ولحجم التسليح اللي انت عندك يعني. فلازم تاخذ بعين الاعتبار هدول الشغلتين. اوكي اول شيء لازم تاخذ بعين الاعتبار اول شيء شو نوع العنصر اللي انت عم تصبه، راك فاونديشن، وولز، كولومز، بايلينج. اوكي هذه اول شغله. ثاني شغله قديش كثافه التسليح اللي انت عم حاطه، هل هو كونجست ستيل ولا ما ولا ما يعني تسليح كثيف ولا مش تسليح كثيف. ثالث شيء الامبيانت كونديشن اللي انت عم تشتغل فيه، اوكي الظروف الجويه اللي انت عم تشتغل فيها، درجات الحراره اللي انت عم تشتغل فيها. اوكي فهي بتفرق كثير. اعطيكم مثال يعني، احنا دوما بنيجي بنعمل كوبي اند بيست من المواصفات الاوروبيه والمواصفات الامريكيه للسلامب المطلوب، خاصه مواصفات أوروبية. اوكي بناخذ من S1 لS5. اوكي طيب هذا اللي كتب المواصفات الاوروبيه، المواصفات الاوروبيه معظمها مكتوبه جايه من المواصفات البريطانيه اوكي، وقليلا منها من المواصفات الالمانيه اوكي، وقاعدين عم بينشروها بدول الاتحاد الاوروبي، وكل واحد اول صفحه بيكتب بلغته او بيكتب له صفحتين ثلاثه بلغته. لكن اذا انت شفتها من جايه بتلاقيها جايه يا المواصفات البريطانيه يا مواصفات الألمانية في بعض الحالات. طيب هذا اللي كتب لإنجلترا أوكي، أو اللي كتب لأوروبا، كتب لدول تانية ولا كتب لأوروبا؟ طيب شو الطقس بأوروبا؟ وهل الطقس بأوروبا يتماثل مع الطقس اللي نحن موجودين في منطقتنا مثلا؟ مثلا إذا كنا عم نشتغل في دول الخليج، طيب هو الصيف عنده درجات الحرارة بالصيف اللي هو الناس بتدخل المستشفيات إذا وصلت لها، هي قد تكون الوينتر عنا، الشتاء عنا. يعني هو إذا بتوصل درجة حرارة 35 36 يمكن في بعض ناس تدخل لا سمح الله المستشفيات. إن إحنا ال 35 درجة هي حرارة الليل بالصيف. الليل بالصيف. أوكي. ال 35 درجة هي حرارة الـ النهار أوكي بالشتاء ممكن تلاقيها. ففي اختلاف بالأمبيانت تمبريتشر كبير. فانت عم تشتغل بجوين مختلفين. تعال نشوف على المواصفات الامريكيه، وين الزون بامريكا اللي بتنطبق مع مثلا منطقه الخليج العربي؟ هي الجنوب، المنطقه الجنوبيه، المنطقه الوسطى والمنطقه الشماليه كلها مناطق بارده، مناطق معتدله لبارده. اوكي ففعليا حتى لو جيت اخذت من ACI حتجي على الجنوب مثلا مثل تكساس، حتلاقي في مواصفات خاصة بتكساس، وحتلاقي مواصفات تكساس مختلفة عن المواصفات المركزية اللي هي الجاية من ACI أو من ASTM، مواصفات تانية عم يشتغلوا بعقلية تانية. ليش؟ لأنه التمبريتشر مختلفة. طيب نجي على دول الخليج والسلمب هون. سلمب هون لما أنت عمال تشتغل براد فاونديشن، طيب شو ميزة الراف فاونديشن؟ مساحة كبيرة هوريزنتال، مساحة كبيرة هوريزنتال، فيها تسليح غالبا التسليح كثيف، لأنه غالبا مثلا إذا في عندك تور ولا كذا أنت هي شايلة تور كامل، فغالبا مساحة تسليح قليل، تسليح كثيف. طيب كيف أنت بتوصف خرسانة بهيك وضع بدرجة حرارة عالية ممكن توصل ل 45 ل 50 درجة ب هوريزنتال منطقة أفقية كبيرة بتسليح غالبا هو تسليح كثيف، خاصة في مناطق التقاء القاعدة مع الكولومز وإلى آخره. أوكي بأعماق كبيرة
ممكن تلاقي 3 متر 4 متر احيانا اعماق اكبر من هيك بسلمب 100 بلس ماينس 25 او بسلمب 150 بلس ماينس 150 بلس ماينس 40. اذا بتيجي على عامل بسيط العمال يشتغل بيقول لك هذا منه مناسب. اوكي انا كيف بدي اشتغل فيه؟ العامل بسيط بيقول لك هذه مش مناسبه لاني صف فيها، ما راح اقدر اشتغل فيها، ما راح اقدر اعمل لها كومباكشن، ما راح اقدر اشغلها. فانت بشكل طبيعي رايح على الفلوبل كونكريت. وهذا خيار حتمي. اوكي هو الخيار الانسب لهيك عناصر بمنطقه الخليج العربي. وممكن تروح على سيلف كومباكتنج كونكريت. انت كسبسيفاير عم تكتب هالمواصفات هاي، قد تكون تكتبها من بلد ثاني، اوكي، وقد تكون تكتبها من نفس البلد، او انت كاستشاري اوكي عمال تيجي تراقب، هل انت حتشتغل بهاي الخرسانه؟ يعني هل انت راح تشتغل ولا المقاول هو اللي راح يشتغل، ولا عمال المقاول هو اللي يشتغل؟ طيب ليش قاعد بتعمل مناقشات كبيره؟ وهذا طبعا مش انتقاد لكل الناس، انتقاد لبعض الناس. اوكي ليش عم تجادل مع المقاول على الاسلام؟ ما اتركه، خليه هو يتحمل مسؤوليه الاسلام اللي بده يشتغل عليه. قال لك انا بدي اشتغل 200 بلس ماينس 40، خليه يشتغل على 200 بلس ماينس 40. قال لك انا انسب لي اني اشتغل سيلف كومباكتنج كونكريت، اعطيه الحريه سيلف كومباكتنج كونكريت. بالنهايه السيلف كومباكتنج كونكريت يمكن كتكلفه كمتر مكعب كلفه اكثر، انت حتدفع، هو حيدفع حتى من ناحيه الكوست. ومن ناحيه الجوده شو بيهمك انت، يعني اذا اشتغل سيلف كومباكتنج كونكريت ولا اشتغل 200 بلس ماينس 40 ولا اشتغل 230 بلس ماينس 40، اعطيه الحريه لانه هو يختار. انت شو مهمتك هون؟ انت مهمتك نحن اتفقنا على 200 بلس ماينس 40 تجيب لي الخرسانه 200 بلس ماينس 40، اتفقنا على 230 بلس ماينس 40 تجيب لي اياها ضمن الحدود بدون ما يكون في عندي سيجريجيشن، بدون ما يكون في عندي بليدنج، بيكون ما تكون الميكس هوموجينيوس متجانسه، وتكون القوه جايبت لي اياها، وتكون الديورابيليتي جايبت لي اياها. فدوما بسلام فكر بالبرفورمانس بيست، خلاص اطلع من شغله انا بدي اياها 150 وبدي اعطي هذا المشن للكونتراكتر. بس طبعا انت لازم تكون حريص كمان، مش تكون انت كمان يعني انت عارف انه السلمب الافضل هو 200 بلس ماينس 40 وروح يقول لك انا بدي اشتغل 100 بلس ماينس 25، بيكون هو مشان يوفر له شوي. اوكي طبعا هون بتجادله. بس اذا كان والله هو مقترح فلوبل كونكريت خلاص روح معه، ما تقعد تناقشه انا لا بدي اياه المواصفات جايه 100 بلس ماينس 25، يا بتحط لي اياها 100 بلس ماينس 25 يا المشروع كله ما بيزبط معي. في احيانا فعليا هيك مناقشات بتتم. وانت كسبسيفاير دول الخليج دول ذات حراره عاليه، ليش تكتب 100 بلس ماينس 25؟ روح على الفلوبل كونكريت من اول، حط له اوبشنز. طيب البليسمنت تمبريتشر اوكي خرسانة الكتلية منا خرسانة عادية للطبق 35 درجة، اوكي الجاي بالكود السعودي ولا الجاي بالـ ASTM ولا الجاي بالـ بغيرها من المواصفات، هذه خرسانة ذات مواصفات معينة. اوكي قد يكون في بعض الحالات اللي هي السماكات قليلة اللي هي أقل من متر مثلا، اوكي أو أقل من متر فاصل 2، 35 مناسبة وما بتسبب لك أي مشاكل، ولكن بسماكات أكثر قد لا تكون مناسبة. فكيف أنت بدك تحدد شو المناسب أنت عندك؟ إذا أنت عندك كديزاينر موديلينج وكذا وإلى آخره، أو عندك نفس مشاريع أنت اشتغلت عليها بنفس المنطقة وعارف قديش مثلا التمبريتشر، اعمل سبيسيفيكيشن على تمبريتشر أنت بدك إياها. الأفضل أنك تسوي موكب، وهذا الأسلم، تسوي موكب وتشوف بناء على الموكب أنت تحدد البليسمنت تمبريتشر. اوكي بس اذا بدك توصف بالبدايه ممكن توصف الاير كونتنت والدنسيتي بدول الخليج. بالعاده الاير كونتنت
يعني نحن ما عم نشتغل اير ان ترين اند كونكريت، فبالعاده ما بيجي مواصفات عليها، فيري رير انك تلاقي مواصفات عليها. اوكي، فممكن تسوي تيست فقط للمعلوميه انه قديش الاير كونتنت والدنسيتي تبعيت الخرسانه، مشان تعمل بعدين كواليتي كنترول على الخرسانه نفسها مش على الماس كونكريت. سيلف كومباكتنج كونكريت دوما اوبشن، دوما حطوا اوبشن بالماس كونكريت. ليش؟ لانه خاصه لما انت عم تشتغل رف فاونديشنز او ثيك وولز او كولومز وفي كونجستد ستيل، يعني في خلص فيك تسليح كثيف، في هاي الحالات لو ما لازم يكون سيلف كومباكتنج كونكريت متوصف. اوكي، مش ضروري لكن حطوا اوبشن. سبلمنتري سمنتشس ماتيريالز او الاديتيفز يفضل دوما لما يكون في عندك ماس كونكريت توصف الجي جي بي، توصف الجي جي بي اف اس والفلاي اش والناتشورال بوزل، يعني توصف يعني انواع من اوبشنز، على طول حط اوبشنز للسمنتشس ماتيريال. ليش؟ مثل ما شفنا لها فوائد كبيره. اول شيء فوائدها انها تنزل لك درجه الحراره، فوائدها على سترينث على اللونج تيرم، فوائدها على الدي اي اف تقلل لك اياه. اوكي، فكل هاي فوائد، غير انها بتعطيك ديورابيلتي عاليه، غير انها بتعطيك جرين كونكريت، فانت عندك عده فوائد. فدوما حطها كاجباريه. اوكي، هلا النسب ما فينك تعطي رينجز، اوكي، وفينك ما تعطي رينج، اوكي، وتخليه على راحته، بس ما تكون النسب اقل من النسب اللي هي المحطوطه بالجدول 6 تربل 2 بال 201.2 اللي هو جايد فور ديورابيلتي، ما تخلي نسب اقل من هيك. اوكي، طيب الكيميكال ادمكشرز، الكيميكال ادمكشرز غالبا ما بتجي بسبيسيفيكيشن في شيء، الا اذا كان في عندك ديورابيلتي ريكويرمنت مثل ووتر بروفينج او كوروجن انهبيتر. اوكي، هون بدول الخليج البيست براكتس للمصممين، حاول ما امكن تستخدم الثيرد جينيريشن تبع السوبر بلاستايزر، يعني هو البولي كاربوكسيليتد ادمكشرز، يعني حيعطيك لور ووتر سيمنت ريشيو، وبالتالي تقلل التوتال سيمنتشس ماتيريالز. دوما استخدم ريتاردر في دول الخليج، قد يكون في دول ثانيه منك بحاجه له، ولكن في دول الخليج دوما استخدم ريتاردر لانه طقس حار. اوكي، وبنفس الوقت بيعطيك ميزات. الاجريجيت، الاجريجيت بالعاده يعني ما في مواصفات خاصه لنوع معين، الا اذا كان عندك حالات خاصه جدا جدا من ماس كونكريت. اوكي، ولكن انت تستخدم الافيلابل اجريجيت. اوكي، ليش؟ لانه الاجريجيت هي الاكبر حجما في الخرسانه، فبدك تجيب اجريجيت منا متوفره محليا حتكلفك كثير كثير، فاذا ما عندك حالات خاصه فيش داعي تستخدم. هلا طبعا اللايمستون هو الافضل خيار بالنسبه للماس كونكريت، ولكنه مش خيار انك انت تعمله بشكل يعني اجباري. اوكي، اذا متوفر لايمستون ايه ممتاز، لايمستون هو الثيرمال الكوفيشنت اوف ثيرمال اكسبانشن فيه بيعطيه خرسانه ثيرمال اكسبانشن كوفيشنت اقل، وبالتالي ممكن يسمح بانه الدي تي او فرق درجه الحراره ديفرنشال تمبريتشر تكون اكبر، وبنفس الوقت ما يعطيك يعني بوتنشال او ريسك عالي للثيرمال كراكينج. غالبا هون للبامبابل كونكريت بتكون الماكسيموم اجريجيت، الماكسيموم اجريجيت سايز، ماكسيموم سايز اوف اجريجيت هو 25. وحالات خاصه بالسيلف كومباكتنج كونكريت ممكن توصل ل 12 الى 10 ملم اذا كان عندك كونجست. اذر بروبرتيز، احيانا ممكن يصير في بعض البروبرتيز ممكن انت يطلب منك بعض التستات، مثل مثلا الشرينكج للخرسانه، ممكن الالكالي سيليكا ري اكشن، ممكن انتر جريب، ممكن كل هالتستات ممكن يطلبها منك، تنصال سترينكس ممكن تنطلب، لكن هي كل حاله فيري رير وكل حاله بحالتها. الميكس سب ميتال، الميكس سب ميتال، اوكي، دوما واتس بيست براكتس، دوما يفضل انه اذا كان عندك مشروع سابق وانت اشتغلت عليه كماس كونكريت، وكان هذا المشروع جديد اللي هو عندك مقارب جدا للمواصفات المشروع القديم، انك تاخذ خلطه الخلطه القديمه وتحاول تشوف مدى استخدامها في المشروع الجديد، واذا كانت يمكن استخدامها فاستخدمها. ليش؟ لانه الخلطه القديمه انت بتكون في عندك بيرفورمانس ريكوردز، يعني انت بجوز تكون عامل سترينكس باكشوال بورينج، اوكي، ترايل واكشوال بورينج، عامل ديورابيليتي بترايل واكشوال، عامل موك اب، اوكي، واخذ القراءات تبعيته،
واخذ كمان قراءات بالاكشوال تمبريتشر مونيتورنج. فانت عندك كل الشغلات الريكورد اللي ممكن تساعدك بانك تقدم خلطه وتقنع الكلاينت تبعيتك بانه هاي الخلطه موافقه للمواصفات. مثل ما قلنا سلامب ليميت، حاول ما امكن في دول الخليج تعمله فلوبل او سيلف كومباكتد كونكريت، وتاخذ بعين الاعتبار انه عندنا هوت ويذر كونكريتنج. الكونكريت بليسمنت تمبريتشر لازم يفضل دوما انها تتحدد باكشوال موك اب، ولكن اذا بدك تحددها بسبيسيفيكيشن فلازم تكون تاخذ بعين الاعتبار انه ماس كونكريت مش خرسانه عاديه. اوكي دوما اتس ريكومندد لانك تسوي موك اب ترايل موك اب، اوكي، خاصه اذا بيكون عندك السماكه فوق 2 متر او اكثر، 2 متر او اكثر. هلا اذا كان عندك 1.5 متر او اقل بدك تسوي موك اب او لا، يعني هاي شغله راجعه لك، بس حتما لما بكون 2 متر فاكثر لازم يكون بالتوصيف انه تسوي موك اب، هو مانداتوري يعني اجباري. فينك تستخدم انت سيميوليشن تولز، اوكي سيميوليشن تولز، يعني اذا كان عندك بعض سيميوليشن تولز تعمل بعض الدراسات سيميوليشن، وبالتالي انت بتقلل من عدد الترايلز اللي ممكن تسويها. واحدة من اهم السيميوليشن تولز مثلا هي الايكروترام تكنولوجي من كوادريل، هذا بتعمل لك سيميوليشن للخرسانه والهيت اوف هايدريشن، وممكن تسرع من عمليه الميكس ديزاين. طيب بالنسبه للترايل ترايل ميكسز بلان ترايل ميكسز من الضروري انك تسويها، اوكي، لحتى تو فيريفاي ذا بيرفورمانس باراميترز اوف ذا كونكريت ميكس ديزاين، يعني حتى تشيك على انه هالبارامترز تبع الميكس ديزاين موافقه مع المواصفات. عطول موصى بانك تسوي موك اب، خاصه اذا كان عندك السماكه خلينا نقول فوق المترين او من متر فاصل 8 فينك تفكر بجديه انك تسوي موك اب. اوكي السلامب اند تمبريتشر، السلامب والتمبريتشر كونكريت تمبريتشر الميجرمنت تبعيته لازم تتحدد كل 30 دقيقه انترفال، ولازم تزيد 30 دقيقه على الدليفري. يعني انا مثلا عندي الخرسانه توصل من المصنع الى الموقع خلال ساعه، مثلا لو فرضنا خلال ساعه، اوكي لازم اجرب كمان اخذ ميجرمنت على الساعه ونص. ليش ساعه ونص؟ اوكي ليش اضيف 30 دقيقه؟ لانه على بين ما توصل السياره وتنفحص، وعلى بين ما شو اسمه تروح على البامب وتنصب بدك تاخذ واحيانا تنتظر بدك تاخذ 30 دقيقه. هذا بنسميه الويتنج بيريود تبع التراك، اوكي لوجيكال ويتنج بيريود تبع التراك. هلا يفضل بالخرسانه انه ما امكن هذا الوقت تبع الويتنج يتقلل، يعني اذا بتخلص كل هاي الامور ب 10 دقائق بيكون ممتاز، يعني مشان ما يكون في فرق ما بين التمبريتشر اللي انت بتقيسها بالتشيك بوينت والتمبريتشر اللي انت بتقيسها بالبليسمنت. السبيسمنز للسترينجز على طول خد على السبعة ايام و28 و56، اوكي، واحيانا اذا بدك دراسات متعمقه كمان ممكن تاخذ على اليوم واليومين والثلاثه اذا كان بدك انت تشوف شو الايرلي سترينجز تبع الخرسانه. الشغلات التوصيات اللي نحن بنوصف فيها دوما انه انت بالنسبه للكومبرسيف سترينجز اذا كان عندك ماس كونكريت دوما اطلب سترينجز على 56 يوم، حتى لو انت موصف على 28، حتى لو انت موصف على 28 يوم اطلب انه يتاخذ سترينجز على 56 يوم. ليش؟ لانه في حالات احيانا لا سمح الله فشلت على 28 يوم، اوكي ممكن تستنى على 56 يوم وتشوف وضع السترينجز على 56 يوم بدل ما تقعد تعمل كور وتعمل يعني شغلات متسرعه، وتكون القوه على 56 يوم تكون جايبه، خاصه انه مثل ما حكينا ال 56 يوم بالماس كونكريت يعني هي شغله عاديه، منا شغله يعني اب نورمال. الديورابيليتي دوما لازم تاخذ عينات على 56 يوم حتى لو كنت موصف على 28 يوم، حتى لو يعني اطراف المشروع اصرت على 28 يوم دوما خذ على 56 يوم. ليش؟ لانه كمان اذا فشلت لشي عينه على 28 يوم بدل ما تروح تعمل يعني تدخل بتربل شوتنج كثير كبير وبروسيجر كثير طويل، اوكي ممكن انت تسوي على 28 يوم وتلاقي النتائج اتس اوكي ما فيهاش مشاكل، خاصه انه الديورابيليتي هذه لسنين، هذه مش ل 28 يوم
وال يعني الاليمنت الماس اليمنت هيتعرض لكل الاكسبوجر كونديشن تبعه. طيب هيك بنكون خلصنا الفيديو المتعلق بالتوصيات، ومثل ما شفتوا هي عباره عن توصيات، يعني ما انا اعطيك ميكس ديزاين وروح استخدمها في، ولا مهمتي اني اعطيك ميكس ديزاين وروح استخدمها بالماس كونكريت، لكن هي التوصيات فعليا توصيات حتلاقيها مهمه جدا اثناء ما انت عمال تصمم ميكس ديزاين، سواء كنت انت مهندس بشركه خرسانه، سواء انت كنت بمهندس موقع، ولا كنت باستشاري، ولا كنت انت بسبيسيفاير كموصف، ولا كنت انت بديزاينر. هي توصيات مهمه جدا انك تاخذها بعين الاعتبار لما انت بتعمل الميكس ديزاين للماس كونكريت. شكرا كثير على متابعه هذا الفيديو، اذا عجبك محتوى الفيديو ما تنسانا من اللايك والشير وانك تشترك بالقناه. يعطيكم العافية، ملتقي مع فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.